مرة أخرى برحب بك زميل العزيز إبراهيم فايق، برحب بمشاهدينا الكرام وضيوفك الكرام إسلام صلاح كابتن فريق النادي المصري وبيك محرز الهدف الثاني. إسلام هنبدأ بإسلام بقى، بيك في اعتراض؟ لا كابتن الفرقة طبعا على الملعب. إسلام يعني ألف مبروك، ألف مبروك، فوز النهاردة غالي وعلى فريق كبير زي النادي الزمالك. إحساسك إيه بعد إحرازكم الهدف اللي يعتبر القاتل في الدقيقة 80 والهدف الثانوي؟ الحمد لله، فوز مهم وفوز كبير على زي ما انت قلت على فريق كبير، بس النادي المصري برضه نادي كبير. الحمد لله احنا عندنا استقرار كاداره كجهاز فني كلعيبه، الحمد لله ربنا ادانا. احنا اشتغلنا كابتن حسام حفظنا نقط ضعف النادي الزمالك ونقط قوته، الحمد لله احنا اشتغلنا عليها والحمد لله ربنا كرمنا، والمكسب ده حقنا وان شاء الله باذن الله الكاس بتاعنا ان شاء الله باذن الله. كان طرف اللقاء لسه ما تحددش، نادي الاهلي او سموحه، هتعملوا حساباتكم على كده على اي فريق ولا نادي الاهلي شخصيا؟ احنا كابتن حسام معودنا ان احنا ما بنبصش احنا بنلعب مين، احنا لينا طريقه لعبنا بنشتغل عليها، بنلعب اهلي سموحه ايا كان، ايا كان الفرقه احنا الحمد لله فرقه كبيره ومعانا مدرب كبير، ان شاء الله باذن الله هنعمل شغلنا وهنجتهد وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. لما الجمهور وفرحكم مع جمهور شايفه ازاي؟ كان بيديكم دفعه معنويه كبيره النهارده؟ اكيد طبعا احنا جمهورنا جمهور كبير جدا، والجمهور لازم يرجع الملاعب، يعني لو يعني طبعا ده موضوع بتاع الامن، بس ان شاء الله الجمهور يرجع الملاعب تاني، احنا جمهورنا كبير وقوه كبيره لينا ان شاء الله يرجع، والحمد لله ان احنا فرحنا الناس اللي هنا والناس اللي في بورسعيد وربنا يقدرنا ونفرحهم اكتر واكتر باذن الله. مباراه النهائي شايفه ازاي؟ اكيد هتبقى صعبه، بس ان شاء الله باذن الله بشغلنا باجتهادنا بتعبنا بعرقنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وهناخد الكاس باذن الله. مبروك، تسلم، ربنا يخليك.